مرحبا بكم من جديد في موجة الصباح. النساء اللي دخلوا الكوجينة طاو ما مش عارفين إيش بيش تكون ندبرتهم لليوم، حايرين ومعاملين عشيف سيرين باش تقول لهم إيش تطيبوا اليوم. توت سويت تعطينا ملح وحلو في تمخميخة. تمخميخة. بونجور شيف. بونجور، صباح النور، صباح الفل للمستمعين الكل، وليكم انتم زادة. والله الحمد لله انتم لاباس، الحمد لله بخير. الحمد لله. اليوم باش نعملوا مرقة كفتة باللوبيا، كل كفتة كتراديسيونيل كليش نقليو الكفتة نعملوا معها مرقة لوبيا، عرفتها صح؟ لاكومبانيمون تاعها. اول حاجة باش ناخذ اللحم مفروم، هوني مقدار 300 غرام لحم مفروم. خذيت قطعة معدنوس نظفتها بيان سور مليح وقصيتها جيدة، وخذيت ثلاثة بصلات زادة قصيتهم جيدين على الاخر، معدنوس هوني والصلصة حتى نحطهم يفوروا على جنب، هذا جوست كاسكاس باش نحطوا الماء من اللوطة وكاسكاس وما يفوروا. باه ناخذوا اللحم نتاعنا باش نفوحوا، فلفل مرحي تابل، شوية كروية، شوية هروس مدش بس تجينا محرحرة، نحطوا هوني عظمه نيه بيان سور باش تلملنا كل العجينه هذيك. شويه ثوم، شويه فلفل احمر، شويه كركم، شويه ملح، كيف كيف نلموا كل العجينه نتاعنا هذيك الكل. ومن بعد نخلطوا المعدنوس والبصل اللي ديجا استقطرتهم. نلموا الكفته نتاعنا بيان سور، نحط هوني الشحن فيه فرينه، ونحط الزيت نتاعي على الغاز على نار هاديه، ونبدا نكون كويرات صح، نحطهم في الفرينه هكا نطبقهم شويه ونقليهم. انا هوني لا نحط العظم لا شيء، نحب هذيك تراديسيونيل كيما كانت تعملها مامتي، الفرينه ونقلي ديريكت ونقلبهم يمين يسار، ومن بعد نخرجهم. هوني انا اونتخ طون عندي شويه لوبيا، قلت علاش لا ما نعملش معاها مرقه لوبيا. حطيت بصله مفرومه تتقلب في شويه زيت ومغرفه مقدار مغرفه طماطم معجونه، وفوحتها كل شويه ملح، شويه تابل، فلفل احمر كيما فوحت الكفته بالضبط، شويه كركم، وحطيتها تتقلب مليح مليح هكا الطماطم هذيك، وحطيت اللوبيا هوني مقدار كاس لوبيا ومرقت وخليتها تطيب لين تطيب اللوبيا نتاعنا نسوها نلقاوها طابت. هوني عندي الزيت هذاك النباتي اللي انا قليت فيها الكفته هذاك باش نستقطرو، نصفيه شويه وناخذ منه كونتيتي نتاع مغرفتين كبار هكا، ونحط على الكصاص نتاع اللوبيا اللي ديجا طيبتها، ونخليها تقرب زيتها، نحط قرن فلفل اخضر في الاخر، ونطفي الغاز، ومن بعد نعمل لي بلان نتاعي هوني، نحط اللوبيا ونحط كعبات الكفته دايرين في الصحن. وانت تخيل وحدك المشهد. تخيلت يا سيرين، تخيلت وكهو. تخيلت. دونك هذا الملح برا سهله، تنجموا اللوبيا يا ربي الكفته الصغار حتى خبيوها سحر تتخبر، او تنجموا تعملوها دي ساندويتش الكفته، تنجموا نهار اخر تستحضروا بها في حاجه بالله، راهي الكفته ديما خطر طايبه مليح، وتقليوها على نار هاديه تقعد تشد لنا حتى جمعه في الفريج. باهي برشا، باهي برشا. تو باش نتعداو للحلو، هوني حبيت نعمل الجاتو اللي بالاناناس. اول حاجه خذيت كعبات، انا هوني ما نكذبش عليك، خذيت حكه اناناس، خاطر الاناناس بس تلقاه بس تقصرو يزم مجهد صحر، حبكه صغيره بورطل اناناس هكا موجوده في الكرون سيرفاس. دونك هوني 150 غرام فرينه نسحق، وثلاثه عظمات ساشي فاني، 100 غرام سكر هوني للخليط، و50 غرام سكر باش نعمل به الكراميل، 150 غرام زبده ذوبتها، وساشي خميره. اول حاجه باش ناخذ العظم نركضوا مع الفاني والسكر، ومن بعد باش نغرب الفرينه والخميره، ونحط اكل كاس الزبده نتاعي، ونلم الكل مع بعضه. هذه العجينه. تو باش نتلهاها بكر كعبات الاناناس. اول حاجه باش نعمل كراميل، 50 غرام سكر هذوكم باش نذوبهم مع مغرفه كبيره ماء على الغاز، نكون كراميل. باش نصبوا هذاك في القاع نتاع المول نتاعي اغاتو بيان سور الكراميل هذاك، وديريكت هو سخون، ونحطوا كعبات الاناناس صحر، ندخلوه شويه للفريجيدار، نعاود نخرجوه، ونحط لاباري اغاتو نتاعي اللي انا ديجا حتى حضرتها، اللي هي الفرينه والعظم اللي انا خلطتهم ركبتهم، ندخلهم للفور 180 درجه لمده 30 دقيقه هوني. من بعد نخرجوه نستناو يبرد شويه، من بعد صحر نحاول كيفاش بالسياسه بالسياسه نقلبوه في صحن بلا، تو تشوفوا الاناناس بالكراميل باش يولي هو من فوق دور دور على المنظر على الاخر مزيان، وبنينا الجاتو بالاناناس كيف كيف في الغله الكل. تنجموا تعملوا الطريقه ذيك صحر، كان تفاح ولا انزاس ولا اللي تحبوا تنجموا تعملوه بالطريقه ذيك، ويجي بنين على الاخر. وصح... على الاخر بنين فوالا، وصحه وبشفاء ليكم الناس الكل. شكرا لك شيف سيرين، يعطيك الصحه. كانت هذه تمخميختنا لليوم. تمخميخة. يلا نحن نعمل ترتيحة مع الموسيقى، نرجو لكم بعد موجز الحداش.